فكوا يا ابني. اتفضل. شكرا. اتفضل اقعد. افتح المحضر يا ابني. انه في يوم الرابع من نوفمبر لعام 2016 وصل الينا اخطار من مباحث اسم قصر النيل يفيد بوقوع جريمة قتل في فندق وينسور الواقع في نطاق عمل القسم. وتوجهنا نحن وكيل النائب العام الى مكان الواقعة حيث علمنا ان المدعو طارق حلمي يوسف قد وجد في مكان الجريمة التي تم اكتشافها عن طريق احد عمال الفندق، حيث دخل على المجني عليه ليجد المتهم المذكور موجود مع الجثة في نفس المكان. وبالكشف المبدئي وجدنا ان المجني عليه قد مات نتيجة رصاصة مباشرة في الرأس، وتم العثور على أداة الجريمة وجاري حاليا رفع البصمات من عليها. كما قمنا باقتياد المتهم إلى سرايا النيابة للتحقيق معه بحضور موكله وسألناه عن الآتي. ما قولك فيما هو منسوب إليك؟ زي ما قلت لحضرتك، صادق حالته النفسية كانت وصلت لمرحلة الانتحار، بس أكيد في حاجة جديدة هي اللي وصلته لده. صادق حالته النفسية كانت واصلة لمرحلة احتقار الذات، علاقته المرضية بنادية حسيته ان هو منبوذ او ان هو ملوش مكان في الدنيا. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي للانتحار، خصوصا على حد علمي مفيش حد ممكن يكون عايز يقتله. بس مش شايف ان في مجموعة صدف غريبة في حكايتك دي؟ انت تروح الفندق فيطلع هو محجوز له اوضة باسمه ويروح هناك تحديدا عشان ينتحر، في حاجة مش مفهومة. يا فندم انا بقول لحضرتك ان موكلي ما لمسش المسدس اساسا، واعتقد ان في تقارير عند حضرتك تثبت ده. تقرير هيوصل قريب، بس انا لسه محتاج تفسير لكميه الصدف الغريبه دي. يا فندم رائد عبد الوهاب زهري بره عايز يقابل حضرتك ضروري. طب دخله يا ابني. اسف الازعاج يا فندم. ده مقطع فيديو جالي على الموبايل من نمره غريبه، متهيألي مهم جدا نشوفه. دي الست اللي صورها كانت في اوضه صادق. مثل يا فندم الفيديو ده مع شهاده طارق اعتقد يعني كل حاجه بقت واضحه يعني. عايز تقول ايه؟ انا شايف ان صادق قتل ناديه ولسبب ما طلع الفندق وانتحر هناك. استعجل لي تقرير المعمل الجنائي يا ابني. تقرير المعمل الجنائي يا فندم. اتفضل. البصمات اللي على المسدس تخص صادق، ومفيش أي بصمات لطارق. الرصاصة ضربت من مسافة قريبة جدا. الحروق اللي تسببت فيها الرصاصة ومع عدم وجود آثار مقاومة بترجح إن اللي حصل انتحار مش قتل. أحمد باشا، محتاج تحريات كاملة عن صادق ونادية، والرقم اللي بعت الفيديو ده محتاج أعرف يخص مين وتجيبهولي. اللي حصل فيه حاجة مش مفهومة ومش هتبان غير باللي صور الفيديو وبعته. كمان عايز أعرف لو قدرت توصل لبيانات اللي حجز الأوضة لصادق، وعايز تفريغ للأرقام اللي كلمها صادق من بداية اليوم، خصوصا أقرب مكالمة لتوقيت الوفاة، بخلاف طبعا المسدس. عايز أتأكد إن نفس المسدس اللي اتقتلت بيه نادية هو اللي كان مع صادق. ماشي يا باشا، مع السلامة. طب بعد اذنك يا حسين بيه، بالنسبه لدكتور طارق. سيادتك انا بطالب بالافراج الفوري عن موكلي وبدون ضمانات. هديله اخلاء سبيل، مفيش حاجه ضده، بس هتسيب لنا تليفونك وعنوانك عشان لو احتاجناك تاني في القضيه دي.